توقعت لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغرب آسيا الإسكوا أن ينضم أكثر من 8 ملايين عربي إلى عداد الفقراء في المنطقة جراء انتشار وباء كورونا. وحذر تقرير اللجنة من أنه نتيجة لذلك من المتوقع أن يزداد عدد الذين يعانون من نقص في التغذية في المنطقة بحوالي 2 مليوني شخص ليصل لحوالي 52 مليونا. وقد جاءت تقديرات لجنة الإسكوا بعد تحذيرها قبل أسبوعين من أن تفشي الوباء قد يتسبب بخسارة نحو 2 مليوني وظيفة في العالم العربي. وتوقعت أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية بما لا يقل عن 42 مليار دولار هذا العام. حول هذا الموضوع معنا عبر خدمة سكايب من هنا من لندن مراسل بي بي سي عصام عكرماوي. عصام أهلا بك. إذا أكثر من 8 مليون شخص سيدخلون مرحلة الفقر نتيجة وباء كورونا. هل ربما أعطت منظمة الإسكوا أي تفاصيل عن الفئات المعرضة أكثر من غيرها للدخول في للتعرض للفقر؟ المنظمة خصت بالذكر اللاجئين والنازحين داخل بيوتهم في داخل بلادهم الذين ستتوقف أو تنقطع المساعدات الإنسانية عنهم، وبالتحديد في سوريا مثلا هناك ملايين السوريين غير اللاجئين خارج الحدود السورية، هناك داخل سوريا نفسها هناك أيضا ملايين النازحين، هناك أيضا الوضع الإنساني المزري في ليبيا، وأيضا الأوضاع الصعبة في العراق، كما أشارت إلى مسألة الحصار المستمر على قطاع غزة وطالبت برفع هذا الحصار. إذن التحذيرات كانت متشائمة وقاتمة جدا، لكن في الوقت نفسه حاولت المنظمة من خلال اقتراح بعض الأمور العملية الإشارة إلى أنه يمكن المساعدة عن طريق مثلا تخصيص أموال الزكاة إلى صندوق يقام خصيصا لهذه الغاية تتبرع فيه أو تساهم الدول العربية الثرية خاصة في هذا الصندوق. أيضا المنظمة توقعت أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية بما لا يقل عن 42 مليار دولار هذا العام، هو أيضا رقم صادم. عصام، هل قدمت أي حلول أو إرشادات في هذا المجال؟ الحلول هي على المستوى الوطني لكل دولة وعلى المستوى الإقليمي. هناك في الفترة الماضية وفاء كان هناك اعتماد على المنظمات الإنسانية على الدول المانحة. الآن بما أن هذا الوباء أصاب الجميع حتى الدول المانحة التي كانت تتبرع ربما بسخاء في الماضي قد تجد من الصعوبة بمكان لأنها لديها أولويات. هذه الأولويات تتمثل في أن تدعم الاقتصادات التي على وشك الانهيار في هذه البلاد في دول أوروبا الغربية والولايات المتحدة وكندا وغيرها من الدول. هناك الكثير من المساعدات التي على الحكومات أن تلجأ إليها لمساعدة مواطنيها، الأمر الذي سينعكس سلبا على المتلقين للمساعدات والمنح في الدول الفقيرة أو الدول التي تشهد الحروب والنزاعات. شكرا لك من لندن مراسل بي بي سي عصام عكرماوي.